صور دي فوطو انت. سمعت والو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا يا راكم تحبوني بزاف وانا ثاني نحبكم، وانتم تحبوني ولا شويه؟ على بالكم يا فوطو زومي انا يا واسمي مهاريج. كاينة ماما درت تقول لي ماما يا اسمين، عيط لها في التليفون. الو ماما، نقول لك حاجة بس ما تضحكيش علي كما الأطفال. نسيت ديما ننساك على بالي. واش اسمي؟ المهرج؟ انا على بالكم واش قالت لي؟ قالت لي اسمي مهرج ميدو. ها ميدو 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 ميدو. وانا يا ماما جابتني انا وجابتني خويا، وخويا واسمه المهرج. هاي ميدو ميدو ميدو. مينو مينو اوجعني علي ارجع. صديقي يمين اويسي. قالت لنا ماما كي تدخلوا لاي مكان لازم تقولوا تحيه الاسلام. اي نسيتها برك اللي حنقولها. السلام عليكم. السلام عليكم. اي فوجي ماشي واش هذيك تجي خير. صديقي خليني نقولها. السلام عليكم. عليكم السلام. صديقي صديقي اويسيا. انا قلت كنت عقل ما شاطرين. قلت لك يا اخي شاطرين. انا والله قاعدين ديري فيهم. دوك تشوف كي نقول يا عقبك واحد اثنين صفقوا. كي نقول واحد اثنين صفقوا صفقوا. واحد اثنين واحد اثنين. كي نقول يا ربعه نصور نصور انت. شوفي يا اطفال واش راح نديرو. كي نقول لكم اول رحالة ضربوا البارود. نعم واش نقولوا؟ دي دي. هاي اول رحالة ضربوا البارود. يا ودي محرقة صغيرة. هاي لازم نجيبوها فوق. اول رحالة ضربوا البارود. لولادي صفقوا. يا قلتي كي نروحوا للجامع نلعبوا المسابقه الثقافيه. اي انا وعدت وقلت لماما من وعد ووفى ومن وفى يدخل الى الجنه. من انا ندخل الى الجنه. واصدقائي تلعبوا معنا. صوروا. انا ممنوع على الكبار. هيا نروحوا للجامع. شوف اصدقائي شوف رايح نلعبوا واحد اللعبه خفيفه. شوف رايح نمشي وكل ما نحط رجلي على الارض نصفق وحده. هاي هاي نبدا. هاي صديقي هذه هي المسابقه. اصدقائي الاطفال تلعبوا معي المسابقه ولا اللعبه السحريه؟ لعبه سحريه. ديم السحر ها؟ بصح مسابقة مسابقة ثقافية فيها جائزة كبيرة. ونتاع السحرية والله ما يطير لكم منها والو. إيه أنت بس نقول لك أنا نلعب معاهم على خاطرهم أصدقائي. يا صديقي حتى أنا ما أصدقائي. نلعب من المسابقة. صديقي صديقي. قبل ما نلعب المسابقة ندير المسابقة الأول. المسابقة. هي مسابقة في الأنشي. أنا راح أحضر راسي نعرف المسابقات. صديقي غني لي أغنية تحبها. إيه أغنية تحبها. هاي نحسبوا له من ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. إيه حبت حبت. نحسبوا له بالفرنسية. بالإنجليزية. هاي بالإنجليزية. واحد اثنين ثلاثة. عليك أنا قبل الموت. اسمحي لي روح ارقد. انتوا تعرفوها اللي تضحكوا عليها تعرفوها. هاي اني الارنب بلا امه. اسمحي لي روح العب ماما. قالت له نحيا ماما يبكي
هذا عندهم هذا البروغرام. العيد اللي حلفوا المهرة الدين هو عيد محمد. شكون اسمه محمد؟ هاي محمد. وي اطلع من هاي هاي شوفوا يا أطفال شروط المسابقة من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا لازم يا أطفال خليوه يجاوب وحده فهمنا خلونا المسابقة شوف رايح محمد يتفضلنا هنايا يا الكيس كاين كل بيضة فيها سؤال خلاص إشهار اللعبة الإنسان يضرب في اللحظة. يا محمد صديقي من غشنا فليس من غشنا فليس منا السؤال يقول يا محمد راك معايا انت معايا يا اخي شوف السؤال واش يقول خمسة الشهداء مات منهم ثلاثة كم بقي من الشهداء يا محمد من غشنا فليس منا شوف السؤال يقول خمسة شهداء مات منهم ثلاثة كم بقي من الشهداء من غشنا فليس منا خلي محمد يفكر وش هو الجواب محمد وش يقول له؟ جاوب صحيح ولا غلط؟ ما راح نقول له باي باي لأن اللي تبعني صبروا على ذلك. راح نقول مع الإجابة خمسة شهداء راح معنيين باللي تبعني أم خمسة شهداء باي باي وش يقول محمد؟ باي باي من دروس 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 الحين اختار الان من الاناث اسم ايثان ايثان متى اسم امينه نور ما يصوت البركه مايا كان اسم امينه مايا كان نور ساره غيره هاتي النكهه هاي يلا هاي يلا من دروس صياد مر على شجرة صياد مر على شجرة فيها خمسة عصافير أطلق رصاصة وأصاب الناس كم بقي من العصافير يا صار من غشنا شوف يعاود السؤال صياد مر على شجرة فيها خمس عصافير أطلق رصاصة أصاب اثنان كم بقي من عصفور فوق الشجرة والله حلاتي والله قمنا نسوي تصفق ما ونغني والله حلاتي وجيت مريح ما دود وغرجنا نرجع دراري والله كم مثل البروغرام طويل لا ممكن مسطح لا ابن عمي قول فيها ترى كيف رسمه بيقولوا مش ممكن يكون في نقطه اسمها انت فيها رسم ولا مكان في ورس بينا مدير ثقافه وما درناهاش نفضل هاي وي يا بابا وي
من قبل. يخلو. راح نقدموا له جائزة شرفيها. بالبيستون هذا ما يطلعونها بالبيستون يطلعونها بالبيستون ودعمي وسامة. أين أنت يا وسامة؟ لا مكون مكون وين نطلع أنا غير نجاوب غير ندي هدية. هيا يا معز هيا يا معز هي حلوة بدك مسكن حد نجيب تليفون تاني من فاور بعد يخبر عنه. بلاش من. هكذا خد. خد. شو في جيبك؟ هاي نلعب اللعبة معز. رايح الآن معز اختار لنا سؤال. يلا يا علي. شنت؟ السؤال يا معز يقول ما هي أربعة حبسي حبسي بطريعة نجيب البورتال. ما هي أركان الإسلام الخمسة؟ لا سمع يفضل بعد نقفل خمسة عشان نجيب البورتال إن شاء الله بارك أنت فضل فهمتي مش هنكمل البورتال. ما هي أركان الخمسة؟ هي الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيله. Yeah, yeah, yeah.